السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم على شوية حاجات لو أي حد فيكم اتبعها هيحس حقيقي إن هو اتقدم خطوات كتيرة جدا في مجال الرسم. عشان نتكلم في مجال الرسم، قلنا الموضوع زي أي حرفة موجودة، بالإضافة إن فيها جزء من التالنت، فالموهبة بالإضافة للتعلم هتخلق منك حد يكون رائع وأكثر من متميز. فعندنا شوية حاجات حابين نتكلم فيها، إيه النصايح اللي ممكن أقدمها لك في الفترة دي عشان فعلا لو استمريت عليها هتقدر بإذن الله إن أنت تكون رسام محترف وأكثر من رائع. هقدم لك دلوقتي خمس نصايح لو مشيت وراهم إن شاء الله توصل وتبقى نمبر وان في الرسم. النصيحة الأولى، أول حاجة الصبر. مفيش رسام مش صبور. الصبر ليه بنقول الصبر دايما في كل مرة حد عايز يتعلم رسم أو حابب الفكرة؟ الصبر لأن فيه تفاصيل كثيرة جدا بنستخدمها، وطبعا التفاصيل دي مش محتاجة منك أبدا إن انت تكون مستعجل للوصول للنتيجة. يعني هتجرب مرة واثنين وثلاثة وهتشخبط وهتقطع الورق وهتتضايق وترجع ترسم تاني. الصبور هو اللي بينجح في الآخر، ودي كلمة السر للنجاح، الصبر. تاني حاجة، ان انت تتعلم يعني ايه خامة. الخامات في الرسم كتير، في ناس بترسم بالقلم الرصاص، الفحم، ترسم بالوان الخشب، ممكن ترسم بالالوان المائية الزيتية، الجواش، الاكريليك، الرسم بالقلم الجاف. كل وسائل الرسم او التحبير، كل دي طرق كتير جدا ممكن نستخدمها. فمطلوب منك لما تيجي تبدأ ترسم بأي خامة من الخامات تعرف ايه الخامات الكويسة او المطلوبة في الجزئية اللي انت هتشتغل فيها. هنقول مثال عشان المواضيع ما تبقاش كبيرة، لو اتكلمنا زي ما احنا بنتكلم على الالوان الزيتية، يبقى لازم ارسم بالوان تدي نتيجة جيدة زي ما بنشوف الفنانين او صورة الفنان اللي رسمها، لازم تكون بنفس الجودة اللي احنا شغالين بيها. مثال، لو عايز ارسم بالوان زيتية، فمثلا كمصر او دول عربية متوفر عندنا نوعين من الخامات، خامة اسمها ماريس وخامة تانية اسمها البيبيو الفرنساوي. فطبعا الخامتين دول في متناول الايد ومتوفرين في السوق، في فان جوخ واكتر من نوع تاني من الالوان، ولكن البراندات كتيرة جدا ممكن تكون غالية قوي كواحد لسه بادئ في الرسم. فانا انصحك تجرب النوعين اللي انا ذكرتهم في الاول، دول هيساعدوك كتير جدا ان انت تطلع نتيجة حلوة وقريبة جدا من الشغل بتاع الفنانين المحترفين قوي قوي. تالت حاجة، التنوع. ان انت تنوع في الخامات، ما ينفعش اتعلم في البداية ان انا اجيب ورقة وقلم وافضل ارسم وانا شغال رسم ليل نهار بالورقة والقلم او القلم الرصاص او الفحم او غيره، وافضل مستمر على الخط ده واقول ان انا هكون متميز في ده. لازم كواحد حابب او واحدة حابة تدخل في مجال الرسم تجرب كل انواع الخامات. يعني اجرب مرة الرصاص، بعد كده بعد ما خلاص وصلت المراحل الجيدة فيه ابدأ اجيب خامة زي القلم الجاف، واتعود لما اجي اشتغل ما اعملش اي تسيح خالص في الالوان، اشتغل بخطوط واضحة وخطوط تبين قد ايه ان انا فاهم الشغل. بعد كده اتطور شوية، استخدم الوان مائية، الوان جواش، اكريليك، الوان بلاستيك، بعد كده الوان زيتية، وهكذا اتدرج في كل الانواع. في الاخر هيظهر لي قد ايه ان انا بميل يا اما للالوان الزيتية، بميل لالوان الرسم بالفحم، بميل ان انا ارسم بالجواش، وهكذا لغاية ما استقر على خامة معينة اطلع بيها شغل احترافي اكتر من بقية الخامات. الحاجة الرابعة والمهم جدا وكتير قوي بيخفقوا فيها، اللي هو التكنيك او البصمة بتاعتك انت. اي فنان ليه بصمة خاصة بيه، بلاش نقلد فن تاني ونطلعه تيبيكال ان هو ده النموذج بتاعي او ده الايدل بتاعي، الستاندرد بتاعي اللي انا ابقى ماشي عليه. لا، انت ليك بصمة، حاول تكون ليك بصمة، ولكن اتعلم التكنيك الصح. اتعلم لو واحد بيشتغل برصاص وبعدين يبدأ يدمج ازاي الوان الرصاص دي، او يبدأ ازاي يدي اضاءات عالية، هل بستخدم استيكة فيها او المحاية او الجمة زي ما اي بلد بتسميها، هل بنستخدم الوان الجل الابيض، هل بنستخدم حاجات اضافية عشان الوان فحم ابيض عشان تدي اضاءات اعلى. كل التكنيك اللي انا بتعلمه بيديني نوع من الميراث. فطبعا لما اجي اتعلم التكنيك اتعلم مسكة القلم ازاي، اتعلم مسكة الفرشة ازاي. يعني مثلا هندي مثال عشان الناس تتخيل يعني ايه تكنيك.
أي واحد هيرسم بالقلم الرصاص، بداية الرسم بالرصاص ليه مسكة معينة، القلم الرصاص غير المسكة الطبيعية في الكتابة. مسكة القلم الرصاص ليها طريقة عشان ما يسمعش على الورقة أو ما يسيبش أثر على الورقة اللي بستخدمها، فليها طريقة وليها تقل في إن أنا أضغط على الورقة بقد إيه، وطريقة مسكة القلم نفسها وطريقة برية القلم، كل الحاجات دي تختلف من حد بيستخدم القلم الرصاص للكتابة لواحد بيستخدمها للرسم. فلازم نتعلم التكنيك عشان نوصل إن إحنا فعلا نقدر نعدل بسهولة، نعمل إضافات بسهولة على الورقة اللي قدامنا، ونطلع نتيجة مبهرة وترضي اللي قدامي اللي يشوف العمل ده ويقول عليه انه عمل قوي ويستحق فعلا انه اكمل فيه، ولا ان انا كده اخفقت وبالفعل مش عارف استخدم التكنيك الصحيح. اخر نصيحة ليكم، وده مهم جدا، مهمة مهمة مهمة، نحط تحتها 20 خط كده: الاستمرار. الاستمرار، الاستمرار من أصعب الحاجات على أي حد. إن أنا استمر يوميا أرسم، أفرغ عندي مثلا ساعة في اليوم للرسم، أو لو عندي وقت طويل يبقى يوميا أعمل جديد وأرسم حاجة جديدة. ده هيضيف عندي إيه؟ هيضيف عندي أول واحد إن أنا كل يوم بزيد خبرة، إن أنا يوميا بكتشف قد إيه إن الأداة أو الخامة اللي أنا بستخدمها فيها أسرار، وبدأت أوصل للأسرار دي. عشان استمر مهم جدا ان انا ابعد عن الانتقادات السلبية. كل الناس اللي هيشوفوا شغلك في الاول كواحد لسه مبتدئ هيقولك ايه الشغل ده، ايه القرف ده، ايه اللي انت عامله ده، ده مش شكل الصورة الاصلية، ده مش شكل الطبيعة، ده مش شكل الحاجة اللي انت رسمها. انسى كل ده، لان انت بالوقت بتزيد كل يوم، بتبني طوبة على الطوبة اللي انت بتعملها لغاية ما تبني المتحف القوي او المكان الرائع اللي انت بتجهز له في المستقبل. دايما استمر وابعد عن اي كلام سلبي ممكن يرجعك لورا عشان تكون فنان ناجح. الاستمرار مهم جدا، لان انت لو اخدت بالخمس نصايح اللي انا قلت لك عليهم هتوصل ان شاء الله وتبقى فنان مجتهد، ويعني من اروع النتائج اللي هتلاقيها في حد حابب مجال الرسم. الحلقات الجايه ان شاء الله هنبدا نتكلم خطوه تانية عن ابدا بخامه ايه، ايه الخامات المفروض ابدا بيها، ايه الحاجات المفروض اتعلمها قبل ما اشتري خامه. كل ده هنتكلم فيه ان شاء الله في الحلقه الجايه. فلو عندكم اي استفسارات او كومنتات تعليقات تكتبوها تحت في التعليقات الموجوده، وما تنسوش الاشتراك على القناه وعمل لايك على الفيديو لو عجبك، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جايه. مع السلامه.